نطالع من صحيفة اليوم التالي هذا العنوان: البرهان لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي. وطلعتنا صحيفة السوداني بهذا العنوان: 182 قتيلا وجريحا وحرق 25 قرية في أحداث محلية كلبس. نقرأ من الحراك السياسي: انسلاخ حركة مسلحة من الحرية والتغيير. باد نيوز نطالع منها: جهاز المغتربين 5000 مهاجر غير شرعي عادوا إلى البلاد. ونطالع من صحيفة التيار: التوتر يخيم على كسلة بعد مقتل مواطنين بالرصاص. عنونت صحيفة الوطن: توجيهات سيادية بشأن شرائح الاتصالات وحسم التفلتات بالخرطوم. وعنونت صحيفة الصيحة: رسميا المركزي يطرح فئة 1000 جنيه للتداول، وتربية الخرطوم فجوة وعجز كبير في الكتاب المدرسي. ونطالع من صحيفة الانتباه هذا العنوان: 25 تريليون جنيه لفك إعسار المزارعين بالقضارف. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بعض الطبع، والتي نطالع فيها دائما أبرز ما جاء في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. تصحبني في هذه الجولة لقراءة ما بين السطور الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية الأستاذة سمية سيد. أهلا وسهلا بك يا أستاذة سمية. أهلا صلاح، وأهلا بمشاهدي قناة النيل الأزرق. الله يخليك، أهلا وسهلا بك. نبدأ هذه الجولة وسادة المشاهدين بصحيفة اليوم التالي، والتي جاء فيها هذا الخبر: البرهان لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي. أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تمسك قيادة القوات المسلحة بالحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية، مؤكدا أنه لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة. وقال البرهان لدى مخاطبته اجتماعا تنويريا لضباط القوات المسلحة والدعم السريع بالقيادة العامة: إن الحوار الشامل والذي لا يستثني أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني هو المخرج الوحيد الذي سيعبر بالبلاد في هذه الفترة حتى الوصول إلى الانتخابات. واستعرض البرهان في الاجتماع التطورات السياسية الراهنة بالبلاد. أستاذ سمية، أهلا وسهلا بك من جديد. يعني في البدء، ما هي قراءاتك لأبرز ما جاء في هذا التنوير وتوقيته أيضا؟ حقيقة التوقيت هذا الحديث لرئيس مجلس السيادة بيأتي بعد رفع الآلية الثلاثية لحوار روتانا، لأن واضح أن هنالك مشكلة حقيقية. الناس يتحدثون عن رفع الآلية للحوار لمزيد من التشاور، وهنالك آخرون يتحدثون عن أن فشل هذا الحوار لأن في قياب لمكونات أساسية في العملية السياسية، وهي قوى الحرية والتغيير والتجمع المدنيين وبقية المجموعة الرافضة لحوار الآلية الثلاثية في السلام روتانا. وبالتالي أنا أعتقد أن السيد البرهان حاول أن يستنصر بقواته، لجأ إلى القوات المسلحة. لو تلاحظ أن الاجتماع نفسه كان من رتبة عميد فما فوق، وبالتالي هو حاول أن يستنصر بالقوات المسلحة بعد أن لاحظ أو تلمس وجود تعقيدات أو مصاعب أو تمسك الطرف الآخر بموقفه. يعني كأنك تريدين باللاءات الثلاث. نعم، بأننا في حالة شد وجذب الآن. بالتأكيد، يعني لو تلاحظ حتى بعد رفع الآلية للحوار روتانا لجأت أو تم اللجوء لحوار كافوري في بيت السفير السعودي بوجود الأمريكان. نعم. لكن حتى هذه بعد الاجتماع لو تلاحظ ظهرت عديد من التصريحات المتناقضة، تصريحات متناقضة من الحرية والتغيير نفسها داخل مكوناتها، بالذات مكونات الأحزاب الكبيرة زي المؤتمر السوداني وحزب الأمة. أنا أعتقد أنها من الأحزاب الكبيرة المكون الأساسي للحرية والتغيير. نعم. أو من المكون العسكري نفسه، ومن ضمنها التصريح بتاع السيد البرهان الأخير، يعني ده طيب. على خلفية
اجتماع بيت السفير في كافوري. طيب البرهان أيضا أشار من خلال حديثه أستاذ سمية بأن المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وأنها على قلب رجل واحد يعني نعم. وقادر على المضي في إجراءات تطويرها وهيكلتها على أسس علمية واضحة. تعليقك. هو في الحقيقة يعني ده لا ينفصل من حديثنا حول استنصار القائد العام ورئيس مجلس السيادة بالقوات المسلحة كمخرج أو يعني نقدر نقول خيار آخر. يعني أعتقد أن البرهان يبحث عن الخيار الآخر إذا ما تمترست هو الحرية والتقرير ورفضت الحوار. نعم. لأنه لو لاحظت بعد الحديث المتشتت والكثير جدا والمتناقض من قبل هو الحرية والتقرير، سواء كان المجلس المركزي أو سواء كان من الأحزاب لوحدها أو من قيادات داخل الحرية والتقرير. طيب. يعني أنت تلاحظ تناقض في من يعني داخل الحزب الواحد من المكون للحرية والتغيير فيما يختص بحوار روتانا أو فيما يختص بمسار الآلية الثلاثية. وبالتالي أنا أعتقد أن البرهان وجد نوع من التعقيدات الزراعية الأجنبية والمحلية. هل يعقل أن يكون خبر مفرح لنا في الإعلام بأنه تم يعني تسديد ديون المزارعين، في حين انه يعني المزارع القضائف والمزارع السوداني من المفترض ان يقزي الحكومه الخزينه العامه، ومن المفترض ان يكون من افضل يعني القطاعات او فئات الشعب السوداني. يعني دي قطاعات الانتاج ودي قطاعات من المفترض انه البلاد هم في حوجه للمساعده الان. ده مش مؤسف. نعم. مفترض هم يساعدوا القير مش هم يطلبوا المساعدة. نعم. وأنا أفتكر دي واحدة من المشاكل يا صلاح الدين اللي هي الخاصة بعدم اهتمام الحكومة بقطاعات الإنتاج. نعم. يعني الآن الحكومة مشغولة بس بالمسألة السياسية وبالتسوية السياسية وبكراسي السلطة. لكن إذا رجعنا وده الكلام اللي كنا بنقول فيه مع بداية الحكومة من أيام حكومة حمدوك. نعم. إذا كان الاهتمام بالإنتاج الانتاج عامة بالانتاج الزراعي بالانتاج الصناعي بالاستثمار جذب الاستثمار، وكان في فرصة كبيرة جدا في الوقت ذاك والمجتمع الدولي كان يعني عنده الرغبة أكيدة في أنه يدعم البلد. نعم. وبالتالي نحن أهدرنا فرص كثيرة جدا. في بعض الإشراغات يعني الليلة يمكن أنا لاحظتها في الإعلام. طيب. في تصريح لوزير المالية بأنه في مينا جديد حيكون على الشرق. أنا أفتكر أنه دي من الأخبار المفترض نحن زي منبر زي ده نحتفي بها طبعا. نعم. لانه اذا كان وده بيوقف لنا الصراع في الشرق عموما. نعم. يعني ما مش بالسودان. طيب. بس حيكون في كسلا. طيب. حيكون في كل المناطق يعني. طيب يعني ما يحدث الان في ولايه القضارف استاذ سميه بيتزامن يعني مع زياده معدلات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، زيادات عالميه ايضا في. صحيح. الاسواق، بالاضافه الى تاثير وانعكاس الحرب الروسيه في اوكرانيا. نعم. صحيح. في القمح يعني انت تلاحظ ان وانا ده حديثي عن انه نحن عندنا فرصه. احنا عندنا فرصه في الاستثمار يعني الزراعي. يعني لابد من الاهتمام بالانتاج مؤكد والاستثمار الزراعي يعني الفرصه الموجوده في السودان. وشوف اصل لو تلاحظ الاهتمام من دول الخليج بالسودان، لانه الان في حوجه شديده جدا لخروج هذه الدول والبحث عن 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 مواقع او دول امنه. نعم. للاستثمار، لانه في فجوه حتكون فجوه غذائيه. 14 مليون او 14 مليون يحتاجون الى الغذاء ده في بعض الدول يعني الافريقيه. طيب. ناهيك من العالم. وبالتالي انا افتكر انه عندنا ما زالت الفرصه موجوده اذا. نعم. كان. طيب. اهتمت الحكومه بقطاعات الانتاج. طيب قبل ان اذهب الى خبر اخر، هناك خبر ايضا في صحيفه الصيحه رسميا المركزي يعلن او يطرح فئه الألف جنيه للتداول. يعني ربما يتساءل الكثيرون استاذ سميه عن التاثيرات الايجابيه او السلبيه ايضا المباشره المرجوه من هذه الخطوه. طبعا انا لا ارى فيها اي خطوه ايجابيه، انا اعتقد انها هي خطوه سلبيه بامتياز، لانه حنرفع من التضخم. يعني حتكون هنالك ارتفاع كبير جدا للاسعار. سيكون هنالك تدني لقيمه الجنيه بصوره غير منظوره، لان اذا انت بتحمل 1000 جنيه بتدخل بها السوق انا بفكر دي كارثه. سيكون هنالك اسقاط او سقوط ل عدد من الفئات، يمكن لغايه فئه 100 جنيه و200 جنيه قد تسقط من التداول
بسبب التعامل مع الفئات الكبيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن وأتمنى أن لا يحدث ذلك، لكن نتوقع المزيد من الأزمات الاقتصادية بسبب هذه الخطوة الغير إيجابية. نعم، نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الصيحة، وفيها نطالع تربية الخرطوم فجوة كبيرة وعجز في الكتاب المدرسي. أقرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم بوجود مشاكل تواجهها بشأن سير التعليم في مجالات المباني والإجلاس والكتب المدرسية، وشددت الوزارة على ضرورة إيجاد المعالجات لها قبل حلول الخريف والعام الدراسي الجديد. وقال مدير الإمدادات بإدارة تعليم الأساس بوزارة التربية والتعليم إن هنالك فجوة وعجز كبير في الكتب الدراسية لم تسدها الكتب التي وصلت من الهند مؤخرا. يعني سريعا أستاذة سمية، لم يتبقى لنا كثير من الوقت، تعليقك على هذا الخبر. وطبعا يعني أنا سؤال مشروع إلى من توجه وزارة التربية والتعليم وتشدد في مطالبتها ب توفير الكتاب المدرسي. نعم. هذه هي مسؤوليتها الأساسية، سواء كان يعني داخل الوزارة أو عن طريق البحث عن التمويل من وزارة المالية. كل الإجراءات الخاصة بتوفير الكتاب المدرسي من يعني طباعة لتمويل لاحتياجات هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم. نعم. وبالتالي أنا أعتقد إنه مطالبة دي نوع من العجز ونوع من الفشل في حل المشكلة الخاصة بتوفير الكتاب المدرسي بالنسبة للتلاميذ. ثم إنه كيف إنه نستعين بالهند لطباعة الكتاب المدرسي؟ هذه هي كارثة. وفي السودان في آلاف ومئات المطابع تطبع الكتاب المدرسي منذ عشرات السنوات. نعم، هنا خبر ورد في صحيفة أو باد نيوز الإلكترونية، جهاز المغتربين، 5000 مهاجر غير شرعي عادوا إلى البلاد. طبعا هذا ما أقره الأمين العام لجهاز المغتربين مكين تيراب بوجود إشكالات متعلقة بضبط الإجراءات. هو المؤكد أن السودان أصبح أكبر قبلة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين من كل الدول الأفريقية لو لاحظت، ونحن معبر الآن لأوروبا. نعم. وهنالك عدد كبير يبقى في الخرطوم. الخرطوم فيها من عدد السكان 8% من عدد السكان الآن هم غير سودانيين. نعم. هم لاجئين وهم طالبي لجوء. نعم. ويتقاسمون طبعا الخدمات مع المواطن السوداني. نعم، قبل قليل تحدثت عن أنه لا يوجد حتى من السلطات أحيانا الاعتذار للمواطنين. يعني هذا ما سنختم به هذه الحلقة أستاذ سمية، الاعتذار فن إنساني لا يتقنه بعض البشر. يعني البعض يرى بأننا كسودانيين لا نلجأ لثقافة الاعتذار، وليس البشر وإنما نحن كسودانيين يعني لا نحبس او لا نحب او ليس لدينا ثقافة الاعتذار. انا اعتقد دوما الشخص او الجهة او المؤسسة التي تعتذر هي في المقام الاول شخص قوي جدا. نعم. شخص او مؤسسة او دولة تعتذر او مسؤول يعتذر. والاعتذار لا يعني الضعف بالتأكيد. بالتأكيد هو نوع من هو يعني ابرز سمات القوة للفرد او للمؤسسة. مؤكد طبعا، لانه فيها قدر من العامل الإنساني والأخلاقي المهم جدا في يعني في الحياة اليومية. نعم. لكن نحن لا نجيد الاعتذار أبدا، بالذات نحن أو معظم السودانيين ما بيجيدوا ثقافة الاعتذار. نعم. أو نحن دوما لدينا من الكبرياء، وأنا أعتقد أنه هو خداع لأنفسنا أكثر. نعم. من أن نكون هو نوع من القوة. يعني هل تلجأ الأستاذة سمية مؤكد للاعتذار؟ أعتذر دوما. ومتى آخر مرة غمت بالاعتذار؟ يعني لا أذكر، لكن عادة أعترف بأخطائي دوما وأعتذر. وحتى لأيام يعني عندما كنت في مواقع ولدي عدد أو مجموعة من الموظفين دوما كنت أعتذر حتى لصغار الموظفين، لأن أنا أعتقد إنه الحياة بدون اعتذار لا يمكن أن تكون حياة يعني سليمة. والإنسان الذي لا يعتذر هو شخص غير سوي طبعا. نعم، من هو الذي يعتقد أو يعتذر أكثر من الآخر، الرجل أم المرأة؟ في السودان هي المرأة التي تعتذر، وآخرون يعتبرونها نوع من الضعف، لكن أنا أعتقدها هي مسألة أو نوع من القوة الشخصية يعني. نعم. أنا أشكرك جزيلا الشكر الأستاذة سمية سيد، الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من بعد الطبع. لا تنسوا دائما متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام. إلى اللقاء.